مساء الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بخير. عيد أضحى مبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية في كل أنحاء العالم وعلى كل إنسان بيعيش على وجه الأرض. تحية مني ليكم، وقناة الصحة والجمال بتحييكم، ورئيس قناة الصحة والجمال الأستاذ حميد توفيق بيحييكم. ويا رب النهاردة نسهر سهرة جميلة مع ضيوف. النهاردة حبينا النهاردة نبدأ اللقاء النهاردة بالروحانيات وصلة الأرحام. النهاردة إن شاء الله هيبقى يوم جميل، وكمان في جزء تاني مع عاشق الربابة والفرقة الآلات الموسيقية في دار الأوبرا المصرية وفي وزارة الثقافة. اليوم النهاردة تستمتعوا معانا، النهاردة ليلة وقفة العيد، كل سنة وانتم طيبين. معانا النهاردة برحب بضيوفي الشيخ سيد أبو النور. أهلا بيك شيخ سيد، نورتنا. أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بيك، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. والشيخ محمد مجدي برحب بيه النهاردة. أهلا وسهلا بيك شيخ محمد. أهلا بيك يا أستاذة أسراء، وأنا سعيد جدا والله بوجودي معاك، وكل سنة وحضرتك طيبة، وكل سنة وكل الشعوب العربية والإسلامية بكل خير وسعادة، وأخص بذلك الشعب المصري العظيم كل سنة وهو طيب، وربنا سبحانه وتعالى يعيد علينا العيد ونحن في صحة وسعادة وسلامة إن شاء الله. ربنا يخليك يا شيخ محمد. طبعا الشيخ محمد والشيخ سيد بيقيموا شعائر الصلوات من خلال وزارة الأوقاف، برحب بيهم. وطبعا برحب بضيفي الكريم الأستاذ حسن مخلوف الصحفي الكبير، طبعا برحب بيه، ورئيس مجلس إدارة جمعية اليوم السابع طبعا للأيتام وذوي القدرات الخاصة. وحقيقي حاجات كتير أنا النهاردة حبيت يكون ضيفي عشان نعرف منه بيعمل إيه في أوقات الأعياد وفي المواسم، وبيعمل إيه لأولادنا، يعني ذوي القدرات الخاصة والأولاد والأسرة المعيلة والسيدات المطلقات. كل دولة الأستاذ حسن جمعيته راعي يعني لا يقل عن 500 أسرة معيلة. برحب بيك أستاذ حسن. أهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك يا أسرار، وكل سنة وحضرتك طيبة. وأنا يعني ما فيش كلام أقوله أزيد من أنا بأمن على الدعاء بتاع الشيخ محمد، دعاء جميل، وكل سنة وأنتم طيبين، وعليك وعلى الأسرة الجميلة، وإن شاء الله عيد سعيد علينا بإذن الله يا رب العالمين. يا رب عيد سعيد على مصر بلدنا الجميلة. يا رب تكون في أمان وخير دايما، وعلى كل الأوطان في العالم كله لعم السلام والخير يا رب العالمين. وتنتهي أزمة كورونا. ولازم يا جماعة برضو بقول لكم، لازم كلنا، لا زالت كورونا، فيروس كورونا موجود. فأرجوكم، بقولها بكل يعني الطرق، قلتها بكل لغات العالم، قلتها في مبادرات إلزام بيتك ومبادرات كورونا. فبقول لكم برضو يا جماعة نحافظ على نفسنا بالمطهرات بالماسكات، لأن لازال الفيروس موجود ومش عايزين يرجع تاني إن شاء الله. نبدأ كده يعني بآيات من ذكر الله الحكيم مع الشيخ سيد فؤاد أبو النور. الشيخ سيد نسمع منك يعني آيات من ذكر الله الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا شيخ سيد. يا رب العالمين يتقبل الله صيامنا ودعانا ويغفر لنا يعني جميعا ذنوبنا يا رب العالمين. وانا حبيت اقرا الايات دي يعني
احتفالا بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يرفع عن مصر وعن البلاد الإسلامية والعربية وعن كل شعوب العالم هذا الوباء وهذا البلاء يا رب العالمين. نسمع طبعا الشيخ محمد مجدي النهارده محضر لنا حاجه عايز يقولها لنا النهارده ونستمتع بصوته الجميل. قمر سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. احنا نبدا بالايه ونرجو يعني من حضراتكم الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، من أراد أن يفرج الله كربه فليصلي على النبي، من أراد أن يزيل الله همه وحزنه فيكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل، وكف المصطفى كالورد نادي الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالورد نادي الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، حبيب الله يا خير البرايا، قمر 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 سيدنا النبي قمر عليك. طب نشوف استاذ حسن طبعا هيكلمنا النهارده عن يعني الجمعيات، وحضرتك بتعمل ايه في الوقت ده يعني في الاعياد، بتعمل ايه، بتراعي اسر كتير يعني انا شفت ده بعيني، فعشان كده ان انا حبيت الناس تعرف حضرتك بتعمل ايه في اوقات الاعياد في المناسبات الكبرى دي، بتقدر تعمل ايه وتتصرف ازاي. الجمعيه عندنا يا استاذه اسرار اسمها جمعيه اليوم السابع للاعمال الخيريه. ايوه بتقع في دار السلام. ايوه في يعتبر في قلب المناطق العشوائية. أيوة الـ 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 يعني دار السلام طبعا مكتظة، انت عارفة مكتظة بكمية سكان رهيبة، فيها لا يقل عن 5 مليون مواطن في دار السلام. الجمعية عندنا جمعية اليوم السابع بتعول 800 أسرة. أيوة.
800 أسرة في 800 أسرة، 800 أسرة فيها ذوي احتياجات خاصة ومعاقين ومساعدات وأرامل ومطلقات ويعني الناس خلاص يعني ناس تعبانة جدا، حالتها تحت الصفر. حالتها تحت الصفر فعلا يعني. احنا طبعا عندنا الجمعية انت عارفة، وانت طبعا عشان انت يعتبر حضرتك عدوة كبيرة في الجمعية معانا، انت عارفة ان الجمعية طبعا ما بتاخدش تبرعات مادية خارجية من حد خالص، احنا لا نقبل اي تبرع مادي، التبرعات كلها عينية من خلال طبعا الحفلات اللي هي بتاعة الايتام اللي احنا بنعملها اللي هي السنوية. بنعمل حفلة يوم الطفل اليتيم السنة وبيبقى فيها 500 طفل يتيم، بنبقى عاملين لهم طبعا وجبة فطار وجبة غدا وجبة عشاء ولبس كامل، كل دي حاجات عينية وليس مادية. بالنسبة طبعا عشان خاطر عيد الأضحى المبارك بنعمل فيه ايه؟ طبعا احنا ما عندناش طبعا ماديات يعني، فطبعا في جمعيات كبيرة زي جمعية الأرمان، زي جمعية رسالة، الجمعيات اللي هي كبيرة لأن هي طبعا تعرف الجمعيات كلها واحد، بس يعني في بقى جمعيات كبيرة وجمعيات صغيرة. طبعا الجمعيات الكبيرة طبعا بتساعدنا زي جمعية الأرمان زي ما قلت لحضرتك. في طبعا مساعدات عينية زي اللحوم، في حد مثلا من أعضاء مجلس الإدارة ممكن مثلا يجيب ذبيحة وتبقى موجودة في الجمعية، بنذبحها أول يوم العيد، فبنشوف مثلا بقى كده يعني كل أسرة بنودي لها في ظل الظروف اللي احنا فيها دي. طبعا احنا ما بنجيبش الحالات عند الجمعية، بيبقى في عمل شاق طبعا مننا للبيوت. طبعا لان طبعا احنا مش هننفع نعمل تكدسات قدام طبعًا الجمعية قدام المقر في الوقت اللي زي ده، في الوقت اللي احنا فيه دوت، فطبعا بنضطر ان احنا ايه بنودي لهم الحاجة لحد منازلهم وكل واحد. طيب الاولاد انا شفتهم بعيني اللي هم يعني ذوي القدرات الخاصة، الاولاد اللي هم حالتهم فعلا يعني في، انا شفت طبعا في اخين حالتهم صعبة جدا، احمد وفلفل. ايوه انا نفسي فعلا بجد ان انا يعني الاقي حد بجد يساعد الاولاد. انت عارفة ان دولت يعملوا عمليات تخصهم يا رب العالمين. الولدين دولت يعني الولدين دولت اخوات وتوأم، والاثنين عندهم نفس الحالة، عندهم دمور شامل في اعصابهم، عندهم سكر، عندهم ضغط، عندهم شلل كامل، الظروف المادية تعبانة جدا فعلا. عملوا اربع خمس عمليات ما فيش. انا زرتهم بنفسي فانا اتمنى ان احنا نقدر نعاونهم على قد الجمعيه عندنا ما بتقدر، بنساعد لوجه الله سبحانه وتعالى، وربنا معاهم مش هنقول ازيد من كده، لان احنا مهما نعمل مش عمرنا ما نكون مش هنقدر نوفر لهم اي حاجه. انا عارفه يعني حياتك بترعي هذه الحالات الحرجه دي والناس التعبانه، انا يعني انا مش اي حاجه بروحها لازم بثق في الشخصيات والناس اللي فعلا بتقدم خير بدون مقابل، بتقدم خير لوجه الله. فانا طبعا في الاعياد عارفه حياتك يعني بتعمل مراسم اكتر او بتعمل لهم يعني وجبات يعني شامله للناس كلها بتيجي تحضر المراسم دي، او بتعمل لا كنا، لكن دلوقتي طبعا انت عارف احنا يعني في ظل الظروف اللي احنا فيها دي طبعا احنا مش قادرين نعمل اي حاجه. يعني احنا حتى موائد الرحمن اللي كانت في رمضان كلها اتمنعت لان طبعا ظل الظروف اللي احنا فيها، في البيوت. انما حاليا طبعا بنحاول احنا قد ما بنقدر وعلى قد امكانياتنا، لان احنا مش هنقدر نكفي الدنيا دي كلها. وانا زي ما قلت لحضرتك احنا ما عندناش تبرعات ماديه. أيوة. وانا اصلا ما بقبلهاش الحمد لله. هي تبرعاتنا كلها تبرعات عينيه، يعني لو في حد عاوز يتبرع باي شيء بيضطر ان هو يكلمنا او بيتواصل معانا. معانا دلوقتي النجم الكبير احمد ابراهيم. مساء الخير عليك. مساء الخير عليك واهلا وسهلا بيك يا فنان، واهلا بضيوف الكرام. كل سنه وانت طيب يا استاذ احمد، يا فنان يا جميل، يا دكتور احمد يا فنان يا جميل. ربنا يخليك يا عمر، كل سنه طيبه وكل المشاهدين طيبين وبخير، وكل المسلمين والعالم كله بخير بالمناسبه الجميله عيد الاضحى المبارك. ربنا يخليك. طقوسك ايه في العيد بقى الايام دي؟ بتعمل ايه ومعانا ضيوفنا الطيبين الناس الجميله دي اللي معانا النهارده في القعده دي، بتعمل ايه؟ والله طبعا هو العيد طول عمره بالنسبه لنا احنا دي فنانه، وعارفه ان ما عندناش اجازات، فالعيد بيبقى بالنسبه لنا شغل. لكن طبعا الظروف اللي حاصله ديت الحمد لله ربنا يعافيها على الجميع بخير ان شاء الله. يعني فرصه بقى ان الواحد يعمل طقوس دينيه اكثر في الايام الجميله دي. ايوه طبعا طبعا، كل سنه وانت طيب. العيد خلاص النهارده لوقفه العيد، وعايزين نسمع صوتك الجميل، يعني حاجه كده من صوتك الجميل، ضيوفنا الجميل يستمتعوا بصوتك وجمهورنا الجميل. اهلا وسهلا بيكم. نعتبر ده خلاص، احنا نعتبر النهارده العيد خلاص. طب يلا نسمع حاجه جميله من اعمالك الجميله الروحانيات. اغنيه
اغنيه عيد سعيد لكلمات شيخ الشلاوي والحان حسين صوري، كنت في مسلسل الاطفال اسمه علاء الدين والاصدقاء. النهارده النهارده فرحه والعالم سعيد، النهارده النهارده فرحه والعالم سعيد، دنيا حلوه زي غنوه، دنيا حلوه زي غنوه، جايه تتحات من جديد، عيد سعيد يا عيد سعيد. النهارده النهارده فرحه والعالم سعيد، دنيا حلوه زي غنوه، جايه تتحات من جديد، عيد سعيد يا عيد سعيد. يلا غنوا يلا غنوا للفرح آن الاوان، الحبايب جم زارونا واحنا زرناهم كمان، واللي غايب من حبايب افتكرناه بالبريد، عيد سعيد يا عيد سعيد. النهارده النهارده فرحه والعالم سعيد، دنيا حلوه زي غنوه، دنيا حلوه زي غنوه، جايه تضحك من جديد، عيد سعيد يا عيد سعيد. الله 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 بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيك. الله يفتح عليك الله يفتح عليك. عيد سعيد معانا طبعا الشيخ سيد، حضرتك اكيد شايفه دلوقتي، والشيخ محمد من الاصوات الجميله، استاذ حسن صوت حضرته فوق الوصف ربنا يبارك فيه. ربنا يخليك يا استاذ احمد. حضرتك طبعا برنامج حضرتك طبعا برضه يعني شايفاه ان حاله جميله، وحضرتك بتعيد الزمن الجميل، شيء جميل. المايسترو ربنا يخليك يا الله يخليك. اتمنى تكون ضيفي يا استاذ احمد، كل سنه وانت طيب ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله يا سيدي ان شاء الله. بشكر حضرتك بشكر حضرتك على المداخله الجميله دي، كل سنه وانت بخير. كل سنه وانت طيبه، وكل ضيوفك ومشاهدينك طيبين ان شاء الله. تحياتي لحضرتك، كل سنه وانت بخير. كل سنه وانت طيب يا فنان يا كبير، وانت بألف خير. اشكرك شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيك يا رب. الله يكرمك الله يخليك، كل سنه وحضرتك طيبه يا فنان، وربنا يبارك في حضرتك. الله يخليك الله يكرمك. ربنا يبارك فيه، وصوت جميل ورائع، وامتعنا بصوته الجميل، وربنا يبارك فيه. وان شاء الله باذن الله طبعا روحانيات العيد. يعني اليوم كنا بنحتفل بيوم عرفة، كنا في ظلال هذا اليوم الجميل يوم عرفة، وغدا بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئة الله تبارك وتعالى يحتفل المسلمون، بل يفرحون بعيد الأضحى المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. هذا اليوم هو يوم جميل، ولكن فلتصف النفوس من الشحناء والبغضاء والكراهية، لأنه لا تجتمع فرحة العيد إلا إذا جملنا أرواحنا كما نجمل ملابسنا. يعني في العيد الناس بتظهر بأبهى الصور، وبتظهر وبتلبس أفضل الملابس، ولكن زي ما بنجمل أرواحنا أو زي ما بنجمل ملابسنا نجمل أرواحنا، فهيا بنا لكي نجمل أرواحنا، هيا بنا لكي نزرع البسمة على الصغير والكبير واليتيم والفقير، هيا بنا لكي نفشي السلام على من نعرف ومن لا نعرف، هيا بنا لكي نمسح ما علق في القلوب من غيظ وحقد وبغضاء وكراهية وحسد. ولذلك أنا أذكر لحضراتكم قصة تبين لنا يعني أن الإنسان لازم دائما وأبدا يصفي نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع نفر من أصحابه ذات يوم، فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. وكان من بين الجالسين عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: فطلع علينا رجل تقطر لحيته من ماء الوضوء. فسيدنا عبد الله بن عمرو أراد أن يعلم وأن يعرف سر هذا الرجل، فتحيل عليه بحيلة، عايز يعرف إزاي أنه استحق هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم ونال هذه الدرجة.
فأراد أن يعرف سر هذا الرجل، فتحيل عليه بحيلة حتى أذن له الرجل في أن يبيت عنده 3 أيام. فاستضافه الرجل، فسيدنا عبد الله استغل هذه المدة واستغل هذه الفترة في مراقبة أعمال هذا الرجل، فوجده يعني لا كثير الصيام وليس أيضا كثير القيام بالليل، فلي أعمال بسيطة الصحابة بتجتهد عنه. فقبل ما يمشي سيدنا عبد الله صرحه بالحقيقة، قال له أنا جاي لك عشان أراقبك عشان النبي صلى الله عليه وسلم ألف حقك كذا وكذا، إن أنت من أهل الجنة، ولكني وجدتك يعني أعمالك عادية، إحنا بنجتهد عنك. فقال له الرجل ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال له عبد الله هذه هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. فعلا إن إحنا نجمل أرواحنا، إن إحنا نصفي النفوس، وهو ده احتفالنا الحقيقي بالعيد. العيد يعني هناك روحانيات جميلة من ضمنها صلة الأرحام، صلة الرحم. الرحم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معلقة بعرش الرحمن جل جلاله، تنادي وتقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. ولذلك سيدنا أبو هريرة كان جالسا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فقال في بداية الحديث أحرج على كل قاطع رحم إلا قام من مجلسنا. فلم يقم أحد إلا شاب كان في آخر الحلقة، ذهب إلى عمة له كان قد صارمها يعني خاصمها منذ سنوات، فذهب إليها وصالحها، فقالت له يا بني ما الذي أتى بك الآن؟ فقال لها كنت جالسا مع أبي هريرة وقال كذا وكذا. فقالت له اذهب إلى أبي هريرة واسأله لماذا لا يجلس عندك قاطع رحم. فعندما سأل أبو هريرة قال له أبو هريرة لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. الله عليك الله عليك. معنا طبعا الفنان الكبير مجدي الفكري، أهلا وسهلا. ألو مساء النور عليك أستاذ مجدي، فنان يا جميل. أستاذة فنانة يا أخي ربنا يخليك، كل سنة وانت طيب. وحضرتك أسبوع أنا أتواصل مع حضرتك دلوقتي ومع الأطفال يقولوا كلام محترم عن التسامح وعن الرحمة طبعا صلة الرحم، عن الحاجات الجميلة احنا لازم نبقى فاكرين في عيد الأضحى. لا احنا كمسلمين يبقى في يعني رابط المحبة والتشاؤم الخاص صحيح والتعاطف، لازم الأشياء دي كلها تبقى موجودة على المستوى الكامل يعني، ومش بس في المواقف، مش بس في المحتاجين ولا لا على طول يعني تضحى وتطفئ طلب رب يعني. فكل واحد مش قادر حاجات جميلة روحانية حاجات، والدنيا مش دايما صحيح بس صحيح الدنيا مش دايما حد. استاذ حسن طبعا عارف ان حضرتك بتحضر دايما الاحتفالات اللي بيعملها الاستاذ حسن مخلوف في الحاجات للاولاد والمحتاجين، فعلا بشوفه بشوف حضرتك موجود دايما يعني ما بتفوتش الحفلات الجميله والاولاد بنفرحهم دايما بوجودك. الاستاذ حسن دايما بيعمل حاجات كلها خير للأيتام وللفقراء ودايما يعني له في هذا المجال باع كبير، وأنا من الناس اللي بحترمهم جدا جدا وربنا يكثر من أمثاله. تعليمك يا فنان، ده تعليمك
لا انت اخ عزيز وحبيب، ربنا يبارك فيك، ربنا يكرمك، ده تعليمك، ربنا يزيدك يعني ابن بلد ومصري اصيل يعني. وانت اخ فاضل وعزيز، وانا عمري ما طلبتك في اي مجال، وحضرتك فوتت اي يوم من الايام دي، لان انت اصلا صاحب خير وصاحب مبدأ، وانت علمتنا يعني ازاي نعمل الخير اصلا. ربنا يبارك في عمرك، متشكر على الكلام الجميل، احنا بنتعلم منك. ربنا يبارك فيك يا مجدي بيه، والله العظيم انت فعلا يعني مبسوطين بوجوده وباختياراته السنه دي، يعني ستك كنت لامع السنه دي في مسلسل الاختيار والفتوه، كان دور مميز بالنسبه لك حقيقي. ربنا يخليك، ده احنا اللي بنكون يعني هو التوفيق طبعا بيبقى من ربنا سبحانه وتعالى يعني طبعا. وانا اللي بكون سعيد لما يعني بلتقي بحضرتك او الناس اللي موجودين عند حضرتك، بقى لازم في العيد يسمعوكي وانت بتقولي يا ليله العيد سعادتك. يلا غني معانا، يلا غني معانا، انت منسين الاستاذ مجدي فكري، غني. طب ما نسمع، طب ما نسمع منها، طب ما نسمع منها الاول يا استاذ مجدي، القلب يعشق كل جميل، وبعد كده نسمعك. لا انا عايز اسمع مجدي فكري ان هو بيغني اصلا. الفنان مجدي فكري فنان جميل ورائع. الاستاذه اسرار موجوده، دي فنانه كبيره وربنا يخليك، رائع جدا 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 طبعا، وهي اعلاميه طبعا، ربنا يخليك يعني، ربنا يخليك. ولكن والله لو سمعتينا يا ليت العيد يبقى فعلا. طب نغني مع بعض، ايه رايك نغني مع بعض؟ يلا بينا. يلا 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 معاك، يلا وانا معاك. طب يلا معاك. يا ليت العيد انستينا، يلا غني معانا. وجدت الامل فينا يا ليله العيد، يا ليله العيد انستينا، يا ليله العيد انستينا. وجدت الأمل فينا يا ليلة العيد. كمل يا أستاذ كمل. ما شاء الله ما شاء الله. أنا تشرفت بوجودي معاكم النهاردة، وربنا يسعدكم، ودايما يا رب يديم على الأمة الإسلامية الخير والسعادة واليمن والبركات، وتنزاح الغمة اللي عليك. ربنا يجزيك كل خير يا استاذ مجدي، ان شاء الله ربنا يجزيك كل خير. وانا فنان مجدي من الشخصيات الجميله والرائعه، وانا اعماله كلها وادواره جميله وهادفه، والصراحة وانا احيي كل ممثل وكل فنان شارك في مسلسل الاختيار. عجبني كلام حضرتك عن والله احنا يعني احنا زدنا حبا في الوطنيه و حبينا بلدنا بسبب مسلسل دوما. ربنا يبارك في عمرك. اشكرك استاذ مجدي، واتمنى تكون ضيفنا ان شاء الله هنا في استوديو الصحه والجمال. شرف لينا، تشرفنا ان شاء الله. والله شرف لي نتحدث عن اعمالك الجميله، ويعني يعني حاجات كتير. الفنان مجدي لا ده عمل، ده عمل دور في الفتوه، كسر الفتوات ان شاء الله، كان أكثر كسر الفتوات حقيقي. عمله بطريقه يعني انا مش انا ما كنتش متخيله حقيقي. انا ما كنتش متخيله بصراحه. بنتعلم من حضرتك، احنا نتعلم منك يا فنان، نتعلم منك المبادئ والاحترام واختيارك الرائع. ربنا يخليك يا استاذه محترمه، متشكر جدا جدا جدا. كل سنه وانت طيب. كل سنه ودلوقتي العيد يعني، حضراتكم عيد سعيد عليكم وعلى الاسره جميعا، والامه الاسلاميه كلها بخير وسعاده. امين يا رب. اشكرك. الخير مليان ان شاء الله. يا رب كل سنه وانت طيب واسرتك بخير يا رب، وكل احبابك بخير. وحضرتك طيبه، متشكر جدا يا فندم. تحياتي، ميرسي. مع السلامه. شكرا. القلب يعشق كل جميل. طبعا انت عارفين استاذ مجدي فكري طبعا دايما هو بيغني وجميل والله، اعماله الجميله مشرفه حقيقي. لو حضرتك الله اكبر، الاستاذه اسراء يعني امتداد للتراث العربي الاصيل. على فكره كمان يعني على نسق ام كلثوم، نسق لنا مراد. لا هو كمان عنده يعني عنده قبول،
وعنده روحانيات عاليه جدا. صحيح صحيح بصراحه يعني صحيح. بس انا معاشره يعني انا عارفه طبعا هو دايما موجود دايما في مع الاولاد بشوفه يعني فعلا ما بيتاخرش. لا ما بيتاخرش. تحيه مني ليه. نسمع منك حاجه يا شيخ سيد. احنا ممكن نسمع عشان اشوف مبادره. عندي مبادره حلوه جدا طبعا. انت عارف كل برنامج اسرار النجوم بيقدم دايما مبادرات عن الاولاد. يعني المره دي عامله مبادره اعرف بلدك. شيء مهم جدا بنعرف يعني لازم الدماغ تشتغل. نعرف بلدنا نعرف صحيح. نتعرف على صحيح. يعني برنامجنا هادف دايما بيقدم حاجات مهمه جدا. بسم الله ما شاء الله. اشكر ربنا. طب حضرتك طب نسمع حاجه منه عن النحل. عن قصه عن سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل. ان شاء الله بس مش هيمنع ان هنسمع ان شاء الله. هنسمع مع بعض يعني. لا نسمع بعد ما نسمع يعني نغني ونشوف المبادره ونرجع تاني نكمل حاضر ان شاء الله. طب أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه. لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه. يلقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه. وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله. تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه. وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله. تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه. ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه. صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. الله 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 أستاذ حسن حتك الأرحام يعني بقول ست الأرحام يعني الأقربون أولى بالمعروف فعلا. يعني الأقربون هم اللي هيستحقوا دايما النبي. لأنك أنت يعني جزء الفقراء يعني النبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال لك اليد العليا خير من اليد السفلى. نعم. وابدأ بمن تعول. صحيح. ابدأ بمن تعول يعني الأول ابدأ باللي منك. صحيح. ابدأ بجارك. ابدأ بقريبك. ابدأ باللي حوالين منك بأهلك. لو كل واحد فينا يا أستاذ يعني لو كل واحد فينا في مكانه حاول ان هو يغطي اللي حوالين منه مش هيكون في اي شيء خالص. فعلا حقيقي. اكيد دي حقيقي. اتمنى كلنا يعني نستفيد من وده امتداد لقول الله عز وجل. نعم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. نعم. نعم. وابن السبيل وما ملكت ايمانك. نعم. صحيح صحيح. تأييد لكلام حضرتك طبعا. ارجو ان احنا يعني عارف ان يعني اللي شايفيننا ومشاهدين متابعين اسرار النجوم في كل مكان احنا نستفيد من الاحاديث الجميله ومن كلام. نعم. يعني من كل يعني كتاب الله العظيم. في بعد اذنك ايوه شيخ محمد في لازم الناس تفهم يعني صله الارحام ازاي. ايوه يعني للأسف حتى عندنا في القرى وفي الأرياف تفشت ظاهرة غريبة جدا اللي هي يقول لك مثلا اللي جاني أجيله، اللي جاني في الفرح ده أجيله في الفرح. ما جانيش ما جالوش. جاني عزاني أجيله، ما جانيش خلاص ما عرفوش. طبعا ده يخالف الأخلاقيات والأوامر اللي قالنا عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله ليس الواصل بالمكافئ. باليد هدية. الله الله. مش هو الواصل. مش اللي جيب لي تفاح وبرتقان وده حبه. لا، ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من قطعه الناس فوصلهم. نعم. الله الله. هو ده الواصل الحقيقي. وده أيضا تأييد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أمرني ربي أن أعفو عمن ظلمني وأعطي من حرمني وأصل من قطعني. وقال تعالى أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن.
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا بل لا تكرمون اليتيم الله ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فربنا سبحانه وتعالى يعني مع الإنسان اللي هو ربنا قدر عليه رزقه يسأل نفسه صحيح ليه أنا ربنا يعني ليه أنا رزقي ضيق راح ليه. والنبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام من ضمن بركة صلة الأرحام أن يبارك الله في رزق العبد. نعم. قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط الله في رزقه يعني يبارك في رزقه. أيوة. وممكن واحد يقصد أسرار يعني مثلا ربنا يعني يرزق بعشرة جنيه أبرك من 100 جنيه ومن 1000 جنيه. ربنا بيبارك دايما البركة في بركة في الرزق مش هم الزيادة. صحيح. صحيح. والعمل. صحيح. والعمل يا سيدنا وينسأ في نسائه يزيد أو يبارك الله في عمره. أيوة. يبارك الله في عمره ويبارك في رزقه. صحيح. بسبب صلة الأرحام. صحيح صحيح صحيح, صحيح. كل كلمة قالها الرسول عليه الصلاة والسلام وكتاب الله العزيز نعم. كله كلام يقدس يعني نعم. يعني كلنا عايشين بكل كلمة تلاقيها حقيقية وعايشين بيها. شيخ محمد انت بجد يعني حاجة جميلة وربنا يديك نور جوه قلبك ويعني نور قلبك بالخير دايما. عايزين نطلع نشوف اولا اهني انت عارف استاذ حسن دايما المبادرة بتاعتي وصلتني اكبر الفيديوهات واحلى الفيديوهات من مصر من دول كتير خارج مصر طبعا عمل لهم شهادات تقدير يعني حافز لكل الفيديوهات اللي جات لنا بشكرهم كلهم يعني هشوف طبعا معايا نشوف ممكن شهادات التقدير اللي اتعملت اهداء مننا من برنامج اسرار والنجوم وقناه الصحه والجمال لاحلى فيديوهات لمبادره اعرف بلدك اعرف بلدك نكلم نشوف شهادات التقدير على الشاشه نشوف طب نطلع نشوف اتنين مبادره ونشوف بعديها شهادة التقدير نقدمها لهم سوا ان شاء الله. طب نشوف اشكر بلدنا بلد سواه فيها الاجانب تتفسح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا اسمي يوسف فادي بلدي مصر حابب اشارك في مبادره اعرف بلدك في برنامج اسرار النجوم للفنانه اسرار الجمال. انا الملك رمسيس الثالث اول فرعون في الاسره العشرين انا ابن الملك ست نحت مؤسس الاسره العشرين حكمت مصر من الفتره 1183 قبل الميلاد حتى 1152 قبل الميلاد انا اخر الملوك العظماء في الدوله الحديثه ومن اهم اعمالي لقد تركت من بلادي غازيا وقتلت المعتدين من شعوب البحر الطامعه لقد دمرت قواتهم وجئت بهم اسرى الى مصر اسرى بعد حبات الرمال الليبيين في غرب الدلتا حيث احتلت شعوب البحر الشمال حيث عرفوا بانهم بدو البحر منهم شعوب اتت من مناطق اسيا الصغرى والبلقان كانت تتربص بالممالك والامبراطوريات الكبرى شرق البحر المتوسط وتنتظر الفرص للانتزاع اجزاء منها وقد ادت هجماتهم الى سقوط الحيثيين وكبرى مدن شرق البحر المتوسط فحصت حمله ونجحت في هزيمتهم في معركه بحريه سجلت على حوائط معبدي بناء اجزاء ضخمه في معابد الكرنك وطيبه وغيرها انا من شيد القسم المليون سنه لمدينه حابو البوابات نقش عليها ترانيم تخلد انتصاراتي أنا أول من ابتكرت قوات لإحداث ثقوب أسفل السفن الأعداء لإغراقها بنيت معبد مدينة هابل كمعبد جنائزي لإقامة الطقوس الجنائزية لي ولعبادة المعبود آمون يتكون المعبد من مدخل عظيم محاط ببرجي على هذه الأبراج نقوش تمثل أزرع الأسرة وصور لي والطبقات العليا الهزان البرجي وهو أفخم المعابد أساسا ونقشا وتمثال آمون موجود بمعبدي مزين بالأحجار الكريمة كما يوجد بعض المعبودات حاملة القرابين من الديار الملكية تحضرها للمعبود آمون في المعبد وهو المعبد الوحيد المحصن ويشمل معبدي على سورين كبيرين السور الأول داخلي والآخر خارجي ويوجد خارج سور المعبد المرسى
الخاص بالسفر، كما يضم معبدي صلاة الأساطين الثلاثة على محور المعبد واتبع أحدهما الآخر، ثم صلاة الأساطين الأخيرة بثلاثة مداخل، مدخل في الوسط للوصول إلى مقصور القدس الأقداس الخاص بزورق الإله آمون، والمدخل الثاني يوصل إلى مقصورة زورق للإله خنسون، والمدخل السادس يوصل إلى مقصورة زورق الآلهة مو. فمعبدي بناء فريد من نوعه. فريد محمد عبد العزيز، بلد مصر، حالم أشارك في مبادرة أعرف بلد في برنامج أشرار النجوم للفنانة أسرار الجمال. أنا معاكم في مسجد أحمد ابن تولون أو المسجد التولون، هو أحد المساجد الأثرية الشهيرة بالقاهرة. قام ببنائه أحمد ابن تولون مؤسس الدولة التولونية، وذلك عام 877 ميلاديا على أن يكون بالنمط العباسي. مسجد أحمد ابن تولون في ميدان أحمد ابن تولون بحي السيدة زينب بالقاهرة، بني على شخص طالب بجبل يشرف على شكل مربع، يبلغ مساحته حوالي 6.5 أضلاع، أي ما يعادل 25200 متر مربع، به مأذنة واحدة وقبة الصح وقبة أخرى صغيرة، ويعتبر مسجد أحمد ابن تولون أحد المساجد المعلقة في مصر. تزور المسجد التولوني وتفتخر ببلدة مصر. طبعا زي ما انتم شايفين المبادره مهمه جدا، نعرف بيها بلدنا، اولادنا يعرفوا تاريخنا، يعرفوا حضارتنا، وبرضه نعرف زي ما انتم شايفين يعني كمان حضارات البلاد الاخرى. حبيت نعمل تواصل بين الشعوب، بين مصر وبين الدول الاخرى، كان شيء جميل. معانا شهادات تقدير برضه، ايه رايكم احنا قاعدين كده نشوف، عملنا لهم شهادة تقدير باسم برنامج أسرار النجوم وباسم طبعا الصحة والجمال. نادية أيمن من مصر، مبروك يا نادية على أحلى فيديو عملتيه، وصلنا نادية أيمن مصر. اللي بعديها منيسيا حنين من الجزائر، منيسيا حنين من الجزائر، منيسيا نقول ألف مبروك منيسيا، أحلى فيديو وصلنا من الجزائر. عندنا محمد خالد حمزة من مصر، عمل فيديو حلو جدا من روسيا، كان بيحضر عمل جميل وعرض يعني حضارة مصر في روسيا. محمد خالد حمزة، محمد خالد حمزة، اوكي. عندنا مالك مصطفى اسماعيل من مصر، مالك مصطفى اسماعيل، مالك مالك. وعندنا كمان نرجس عمران من سوريا، شكرا شكرا. الشيخ سيد، نرجع بقى بشكر طبعا وبهني كل طبعا اللي عملوا المبادرات، شكرا ليهم. وفيديوهات كتير على صفحات البرنامج هننزل كل الشهادات، ولسه في الفقره اللي جايه ان شاء الله. شيخ سيد، نسمع من حتك حاجه نختم بيها اللقاء الجميل ده عشان ارجع واستقبل ضيوفي في الفقره الثانيه. سيدي يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى، والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى، ورفعت دينك فاستقام هناك. ماذا يقول المادحون وما عسى أن يجمع الكتاب من معناك، صلى عليك الله يا علم الهدى، مشتاق مشتاق إلى مثواك. الله
الله الله يفتح عليك يا شيخ سيد شيخ محمد. طبعا اللقاء معكم ممتع بجد جميل، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة طيب، كل سنة طيبة شيخ محمد، كل عام وانت بخير. كل جميل نختم بيك، حسن اسعدتنا النهارده بوجودك. حاضر طيب، نختم بالقلب يعشق كل جميل عشان نستقبل فرقة طبعا الالات الشعبية والفن الشعبي الجميل اللي احنا محتاجين نشوف تراثنا وجمال بلدنا وجمال فنوننا الجميلة. معانا الفرقة الأستاذ إبراهيم القط للفنون الشعبية والآلات الشعبية المصرية، هرحب بيه بعد قليل إن شاء الله. ومعانا الأستاذ حمادة السجيني هيعمل لنا طبعا الحاجات التميز والجمال. أستاذ حمادة ده فنان كبير. أستاذ حسن حسن شرقاوي طبعا من اليابان، عازف الربابة طبعا النهاردة هيستمتعنا معنا، فنان من اليابان جه مصر بيعشق مصر وبيعزف ربابة، هنشوفه بعد قليل. مرحب ونقول والقلب يعشق كل جميل، غنوا معايا القلب يعشق كل جميل ويا ما شفتي يا ما شفتي جمال العين تيرا تيرا لرا واللي صدق في الحب قليل قليل واندمدوا مفيش غيره الله ملا الوجود نوره دعاني لبيته لحد باب بيته وما تجلاني وما تجلاني وما تجلاني بالدمع ناجيته بالدمع ناجيته. بشكركم بشكركم كل سنه وانتم طيبين ربنا يخليكم ونرجع نطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا. شكرا لكم. جزاكم علينا وحبيبي سلم علي لما جبلني وسلم علي ولدي سلم علي يا عاشق الورد وحسنه الورد ميل على بطنه يا عاشق الورد Yeah.
الله عليكم الله عليكم. ورجعت لكم مع التراث الشعبي وصعيد مصر الجميل، يعني الأرض الطيبة. برحب بفرقة الآلات الشعبية لوزارة الثقافة والأوبرا، طبعا بحييكم طبعا، البالون وكل هنا وخارج مصر، وأبدعوا في حاجات كتير. برحب بالأستاذ سيد القط، طبعا برحب بيه. أهلا بيك سيد عازف الربابة الأول طبعا، وسافر العالم كله. برحب بيك استاذ ابراهيم القط. اهلا ابراهيم القط. برحب بالاستاذ حماد السجيني، لاعب الاكروبات والعصا والتحطيب والحاجات النهارده اللي هنشوفها جميله. بيك اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا اهلا وسهلا. برحب بيك. تمام. برحب بالاستاذ سيد موسى عازف الدف الجميل المصري الاصيل. برحب بيك. برحب طبعا معانا ضيف عزيز علينا، هو اصلا من دوله اليابان وحب مصر كتير وعشق مصر وبقى مصري، اصبح دلوقتي بقى مصري، بقى اسمه حسن شرقاوي. اهلا بيك حسن. اهلا بيك. انت حبيت مصر جدا بجد، ولابس لبس الصعيد بتاعنا. ايه اللي خلاك تحب العصا والايقاع؟ قول لي يعني. اتكلم. قول قول يعني. مين خلاك تحب الايقاع؟ مين خلاك تحب الربابه؟ الربابه والايقاع. مين؟ استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم. ابراهيم هو بيعلمني على طبلة لبابا. انت بقالك قد ايه؟ حسن بيلعب معايا في فرقتي اساسا، في الفرقه بتاعتك. بيلعب معايا طبلة، بيلعب معايا دف، بيلعب معايا دورلا. انت بتلعب طبلة وكمان ربابه؟ وكان مشارك معايا في عقد الطوق الاسوره. في مسرحيه الطوق الاسوره طبعا. ايوه كان مشارك معايا فيها مرتين يعني. انت بقالك قد ايه عايش في مصر؟ من 3 سنين. 3 سنين. مصر جميلة؟ جميلة جدا. انت منورها. لا ومنور. عايز يتجوز مصرية. وعايز يتجوز مصرية كمان. لا هتجوزه مصرية ان شاء الله. ان شاء الله. بقى مصري ولابس لبس صعيد مصري، شيء جميل. طب يلا نسمع حاجة يا ابراهيم. ماشي يلا. استاذ حمادة. يلا نسمع حاجة، وحياتك موجود معانا بالالعاب الجميلة بتاعتك. طيب. بالعصا. هنقفل بعصا بقى شوية. Thank you.
الله عليك يا استاذ حماده، الله عليكم، احسنتم والله. ايه الابداع ده؟ ايه الجمال ده؟ العقل انت ازاي بتوصل من هنا لهنا ازاي؟ قول لي. طبعا توازن، حفظ توازن. ربنا سبحانه وتعالى بيديني القدره والاتزان. نشكر ربنا فعلا انت الحمد لله رب العالمين في القدره والتحكم في الاتزان. الله عليك الله عليك الله عليك. فدي هبه من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله لازم تحافظ عليها. الحمد لله رب العالمين. ففي حاجات كتيره قوي بتعمله. ايه اللي بتعمله زي ايه؟ استريح شويه عشان لسه الحاجات كتير. ان شاء الله. الاولى الحلوه بتاعتك دي. طبعا. الله الله الله، ايه الحلاوه دي؟ فطبعا احنا بنبدا بالعسر وبنختم بحاجات كتيره. لا احنا عايزين نستمتع، وجمهورنا النهارده ليله العيد عايزين نستمتع بيكم. طيب والله ربنا يخليك ببراهيم يا رب وحسن وسيد ويجعله سعيد، عيد سعيد على الامه الاسلاميه يا رب، ويجعله سعيد علينا جميعا يا رب. يا رب يلا متعونا متعونا احنا معاك. الجمهور النهارده مستمتع بيكم في كل يعني مكان بيحب اسراره. Thank you.
الله الله عليكم الله عليكم، ايه الابداع ده والحاجات الحلوه دي؟ احسنت يا استاذ حماده. معانا على التليفون الاستاذه ليلى ابو عجيله، احلى ستايلست. الو ايوه استاذه ليلى، مساء الخير على حضرتك. ازيك يا مدام اسرار، عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه واسكندريه بخير. وانت طيبه، والله انا سعيده قوي بمكالمتك يا مدام اسرار. والله ربنا يخليكي، شايفه كل سنه وانتم طيبين جميعا. ربنا يخليك، كل سنه طيبه. طيب سعيد علينا وعليكم يا رب. يا رب. شايفه اللبس الجميل بتاعنا المصري الاصيل، صعيد مصري. يا ستي ده انت اللي جميله، عشان كده اللبس جاي عليكي جميل. ربنا يخليكي، انت شايفه اللبس الجميل اللي لابسينه؟ ها؟ جميل بسم الله ما شاء الله. ايه بقى الجديد في عالم الفاشن السنه دي بقى في العيد؟ يعني عامله لنا ايه في العيد؟ والله ايه الحاجات الجميله؟ اسرار عايزه اقول لك اللي طالع دلوقتي الموسم ده، اللون الزهري، اللون الاخضر المنت، الاصفر، البيبي بلو، الالوان الزاهيه، الالوان المضيئه يعني. الله عليكي الله عليكي، هتمتعينا اكيد بالحاجات الحلوه دي ان شاء الله. ان شاء الله. والله معظم الشغل المطلوب مني الايام دي كلها الالوان الزاهيه، الالوان المضيئه. يعني الازرقات والابيضات والحاجات الابيضات، البيبي بلو والاصفر والاحمر الناري، يعني فاهمه الالوان الزاهيه يعني. تمام. انت شايفه الاستاذ ابراهيم طبعا يقود الفرقه الجميله دي، شايفه لابس ايه على راسه؟ شايفه الالوان الجميله اللي عليها؟ والله سعيده قوي ان انا عملت مداخله معاه يعني في البرنامج بتاع حضرتك. وعايزه اقول له كل سنه وانت طيبه، والف الف مبروك العام الثالث للبرنامج، وان شاء الله دايما في الزهار يا رب. تكوني ضيفتي ان شاء الله، يعني تقول لنا بقى الازياء الحديثه وعالم يعني الازياء في هنا في مصر وخارج مصر. عايزين نعمل تطور ونشوف الحاجات الجميله ان شاء الله ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. كل سنه وانت طيبه، وتابعي معانا البرنامج. ان شاء الله ان شاء الله. مش كل سنه وانت بخير. تحياتي ليك. أشكرك. انا سعيده والله، وكل سنه وانتم طيبين جميعا، وعيد سعيد عليكم. لا حضرتك طيبه. كل سنه وانت طيبه. احنا معانا طبعا حسن، استاذ حسن من اليابان وعاشق لمصر، خلاص بقى مصري. يا اهلا وسهلا، منورنا منورنا استاذ حسن، والله منورنا جدا. اهلا بيكي اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، منور البلد كلها. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه سيدي. ومصر طيبه. ومصر طيبه، والعالم كله بخير. مصر وين طيبه. ان شاء الله دايما يا رب، ان شاء الله دايما. اشكرك، كل سنه وانت طيبه، كل سنه وانت بخير. شكرا ليك يا ستي، شكرا ليك. حبيبتي ميرسي. حسن، عايز اعرف انت يعني اتعلمت العربي هنا خلاص بقيت عربي، مين علمك اللغه العربيه كده؟ كلم بس بتتكلم مع الناس بتتكلم مع الناس. بتتكلم عربي كتير دلوقتي. انت هتصلي العيد بقى ورايح الصبح تصلي العيد معانا وبتصوم وتصلي؟ اوراي برافو عليك حسن، برافو. علمته ايه يا ابراهيم؟ علمته ربابة. ربابة؟ تعزف ربابة؟ يعني هو يعني ما خدش معايا وقت كتير، لان بصراحه يعني عنده في ذكاء. انا حاسس بيستوعب بيستوعب يعني ايه، بيستوعب تقول له تشرح له الحاجه مثلا دور او عارفه دي منين جت منين او اتعملت ازاي. عارف الربابة؟ في الربابة بتاعتك. مين عامل الربابة دي؟ انت اشتريتها له حسن ولا انت عاملها؟ لا انا صنعها. بصنعها. طب انت عارف ودفت حاجه في الربابه هنا ما اتضافتش يعني في الربابه الصعيدي. يا ريت نشوف الربابه دي. الله عليك، ده جوز هند دي مش كده برضو؟ جوز هند. بس المفتاح ده المفتاح ده كتير، ده مش موجود اساسا. استاذ محمد ورينا كده الربابه الجميله دي، شايفها معانا؟ الحمد لله وبفضل الله. انا شايفاها يعني كلنا وشايفين حسن. احدث ربابه في العالم، احدث ربابه صعيدي في العالم. احدث ربابه صعيدي في العالم. وده اختراع يعني دوت مصر الجميله فيها عندنا يعني ده في مصر بس مش في بره. المفتاح ده اختراع هنا. اختراعك ده المفتاح ده. المفتاح دوت بتظبط بيه الاوتار، في اوتار جوه بيساعد كتير طبعا في التوزان. معظم اللي بيتعاملوا معايا بيشتروا من الاله، كلهم بتوع كمانجا، بيلعبوا كمانجا وشاطرين جدا، بس ايه عايزين يدفوا ربابه. فالحمد لله يعني قدرت ان انا اعمل المفتاح دوت، فطلع افضل اليوم وكله مبسوط منه بصراحه الحمد لله. التوزان بتظبط بيه الدوزان. توزان الهواء. وحسن بيعرف يظبط توزان الربابه. تسمعنا هتسمعيه الوقت ايه؟ هتعزفوا معايا لقاء او كده؟ انا سعيدين سعيدين. اخوات كلكم، انا عارف ان انتوا يعني شايفين احنا معظم الوقت سيد ولي على طول. الجميل الروح الجميله اللي جوانا دي والطيبه الحلوه دي، يعني انت اكيد حسيت بالطيبه
يعني الروح الجميله دي صح؟ ده زي موحد الفرقه اساسا. قصدي يعني زي بتاع الفرقه موحد. انا عارفه احنا جبنا حتى جزء يعني فردين من كان نفسي الفرقه كلها تكون موجوده، بس احنا جبنا طبعا انتوا يكفي عندنا وجودكم منورين الدنيا يعني حقيقي. والاستاذ حماده النهارده بيمتعنا بالالعاب الجميله، ربنا يديك الصحه وطول العمر، ونستمتع بالاتزان اللي عندك ده، دي نعمه من ربنا انت حافظ عليها، ولسه هنستمتع بحاجات كتير. هتورينا نسمع حسن الاول والاستاذ سيد الدف المتميز. مظبوط. امسك المايك عشان برافو. يلا في كوكتيل لحضرتك سعيدي يعني بيلعب ليه؟ لا هو انا عامله لحد صديقي بيرقص عليه بالعصايه اسمه اشرف كودك سعيدي، ده شريكي وبيلعب نوبي وسعيدي. يعني احنا مكونين الفرقه انا وهو يعني حسن ابراهيم انتوا رحتوا فين وفين سافرتوا فين الدول اللي لسه راجعين من قريب الامارات، خدنا افضل عرض اللي هو بتقول الاسوره، كان معايا سيد تقول الاسوره مسرحيه تقول الاسوره طبعا كنت مشارك فيها، شيء جميل وابداع حقيقي، اربع افراد صحيح. وجينا سافرنا كان سيد موجود معايا في السفره دي الحمد لله الحمد لله. ولسه اللي جاي احسن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. سافرتوا اليابان؟ لا ان شاء الله لسه سافر اليابان. يلا بينا حسن دلوقتي هيعمل كوكتيل سعيدي. يلا سمعني يا حسن هتلبسته منه وهو حافظ الكوكتيل. انا الكوكتيل ده انا بعزفه. طب يلا. انا بعزفه مع حد بيرقص سعيدي فهو عجبه الكوكتيل فاتعلمه. برافو عليك حسن. Oh, 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 oh
التمثيل الجميل ده. ابراهيم انت بتعزف ايقاع برضو وبتعزف ربابه؟ كولا بلعب موسيقى شويه. الله عليك. الله بالمناسبه انا سبت التعليم اساسا عشان المهنه يعني. ثواني معلش يا زفت. الاستاذ سيد الدف بتاع حضرتك بقى انا عايز اعرف معمول من ايه ده؟ انت اكيد يعني بتعشق الدف بتاعك. معمول من ايه الدف؟ مصدر بيلعب مظهر. بتلعب مظهر حاجه اسمها مظهر يعني مظهر ايقاعات دي نوع من انواع الايقاعات. الدف ده الدف جلد جلد ميتة بتاع بقر. انت حضرتك اللي عامله برضو؟ حضرتك اللي عامله جلد ميتة. جلد ميتة وده خشب. خشب الله عليك الله عليك. هما بقى طبعا بقالك بقى هما بيصنعوا عشق الآلة. أكيد الآلة فيها عشق كبير. الله عليكم. يلا نستمتع بأستاذ حمادة معانا. سيد بالمناسبة سيد بيساعدني في تصنيع الربابة. والله طبعا ده رائع يعني. الله عليكم. أنا حاسة إن أنتوا الروح الحب ده والروح التماسك مع بعض ده شيء جميل. عشان كده في فن راقي بتعملوا إبداعات وأنا سعيدة بيكم أنتوا يعني بجد من الناس من الفرق اللي بحبها جدا. وأنتوا عارفين إن إحنا دايما بنتقابل في أعمال كتيرة. سعيدة بيكم أستاذ حمادة. يلا يلا حاجاتك الجميله. احنا عايزين نسمع حاجه من الاستاذه بقى. انا اقول انت اي رمش عينه. عايز اقول معاكم رمش عينه. ايه رايكم رمش عينه؟ انت تغني حسن مش هتغني معانا؟ هيغني ايه حسن؟ حسن انت عايز تغني بنت بيضه المفروض. طب هتغني ايه؟ بتناديني تاني ليه؟ بتناديني تاني ليه؟ بتناديني تاني ليه؟ طب يلا سمعنا الاول وبعد كده انا غني. يلا ممكن بتناديني تاني ليه يا حسن؟ ماشي يلا. انا طبل ولا؟ طبل و وغني. يلا واحده بس. طب الاثنين طب ماشي سايب. ممكن طب لوحده. بص بقى يلا مع عمك حماده. ماشي عمو حماده هيعمل الحاجات الحلوه دي. استاذ حماده ممكن تنزل بقى وانت يعني عشان نشوفك اكتر. ان شاء الله. انا هرتب بس كده عشان انا انا اللي همد ايدي اخد بقى الحاجه. عايزك يعني تنزلينا كده عشان نشوف كلنا نشوفك حتى الناس تشوف الزوجات الأزايز المتميزة للأستاذ حمادة. يلا 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 بينا هتغني. تقوم تغني. اقف تغني. يلا اقف اغني حاجة أحبها. ايه شوية يلا تناديني تاني ليه. ايوه يلا يلا. طب يلا قوم اقف. Jesus.
انسى غدرك والقاسية ولا حب اللي راح ضحية ولا الغريب اللي حبيته علي ولا الغريب اللي حبيته علي عينك فيها بينا ليه طب روحي للي حبته يلا قول يا حبيبي ودي يا ليالي وجيبي كفاية ضيك يا حبيبي يا شمس يا منورة غيبي وكفاية ضيك يا حبيبي يا شمس يا منورة غيبي كفاية ضيك يا حبيبي وودي يا ليالي وجيبي وكفاية ضيك يا حبيبي بص على الحلاوة حلاوة ده بلدي ونجاوة نجاوة قول لا لا طب الله عليكم هتسمعونا ايه يلا عايزين نغني رمش عينه كده عايزه يلا رمش عينه غني حسن غني ممكن نشوف حسن حافظ ايه انت ممكن تغني لا حافظ ايه طب قول عشان نختم بيها يلا قول طب انت حافظ على ورق الفل دلعني ما اعرفش طب مزيكا ممكن تعزف هي هي تغني لنا بقى حاجه نختم بيها رمش عينه يلا رمش عينه ماشي مش معايا طيب ماشي نقول حاجه على الولد المحبوب لا لا اسمع نقولها في انتظارك استنى عايز تقول ايه الحاجه لام كلثوم جميله كده امسك المايك سامعونا حاجه فيكم يلا يلا تعزفوا كده يلا تمتعونا بس
الله عليكم. بجد سعيدة قوي باللقاء معاكم النهاردة، واللقاء معاكم بجد ما شبعتش منكم حقيقي، وجمهور أكيد زي ما شبعش منكم. سعيدة بكم كتير، كل سنة طيبين، كل سنة طيب إبراهيم، كل سنة طيب أستاذ حمادة، أمتعتنا النهاردة بالألعاب الجميلة بتاعتك. شكرا حسن، نورت مصر، وسعيدين يعني احنا سعداء كتير بوجودك، وجمهورنا اكيد مبسوط بيك. ميرسي استاذ سيد عليك، شكرا ليك وحضرتك يعني النهارده اسعدتنا. كل سنه وانتم طيبين، وطبعا بشكر اسره البرنامج النهارده تعبانين معانا النهارده وسهرانين، بشكركم كتير. بشكر الاستاذ محمد الشاهد مدير الاستوديو، بشكر طبعا كتير كل الموجودين. تحياتي اسرار.